للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف رئيس دائرة شؤون القبائل بلجنة الاعتصام الشيخ سالم علي ياسر. أهلا وسهلا بك شيخ سالم. تم انتخاب رئيس جديد لأسرة العفرار، في البداية ما دلالات هذا الاختيار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أسرة العفرار المهرة وهم مرجعية من مراجع المهرة، ودائما العفرار القرارات المسيرية ما يتخذوها وحق، فمثل هذه الأشياء اللي تمر فيها بلادنا المهرة قرارات مسيرية يكون فيه تشاور وفيه تكامل مع كافة القبائل وكافة المراجع. فلذا قلنا أفران عزهم ونحترمهم ويوسفنا أفاد، لكن المصلحة العامة تتغلب على كل شيء، وأحنا نؤيد أي قرار أو أي خطوة يكون فيها استقلال وسيادة المهرة وأمنها واستقرارها. نعم. إحنا نبارك. إذن برأيك شيخ، هل سيؤثر هذا القرار وهذا الانتخاب للشيخ الجديد على المواقف في محافظة المهرة، خاصة أن محافظة المهرة تعيش حاليا يعني احتجاجات على ممارسات القوات السعودية داخلها؟ إحنا بالنسبة لنا المصب واحد، ومصلحة المهرة تتطلب من علي والنفيس. كذلك نوه بالنسبة لشيوخ المهرة، احنا في الوقت الحاضر عندنا شيوخ وعندنا متشيخين. نعم. فاحنا لنا كانوننا ولنا دساتيرنا ورثناها عن اجدادنا ولا نحيد عنها. الشيخ العام التمايم يكون بينهم وبين القبيلة موازي ومراجع يعني من كل الفخايد. نعم. على اساس انه يلتزموا الجميع الشيوخ بالمصلحة العامة وبالأرض، مصلحة الأرض وصيانته والعرض. فأي واحد يخرج عن هذه المواثيق يصبح ما له أي دور، وأي قرار يتخذه يعني هو بالنسبة له يكون يعني يتحمل مسؤوليته. نعم. فإحنا بالنسبة للوطن خط أحمر، وبالنسبة للشيوخ نهي فيهم أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية وأن يكونوا قد المسؤولية، لأنه المرحلة تتطلب أن كل واحد يؤدي دوره. نعم. هناك أخبار عن لقاء تشاوري لمشايخ وأعيان محافظة المهرة برعاية السلطة المحلية، لو تحدثنا إلى أين وصلت هذه المشاورات ومتى سيعقد بالضبط؟ والله هذه المشاورات وهذه الجهود يعني تبذل برئاسة الشيخ محمد عبد الله كده وزير الدولة ومباركة من السلطة المحلية. فإحنا بالنسبة لنا وسوف نبذل كل ما بوسعنا. نعم. وأن يكون اللقاء الشامل بين ويتفقوا على مصلحة المهرة، وأن تكون المهرة بعيدة عن الصراعات وبعيدة عن تصفية الحسابات. فالمهرة دائما مسالمة، وإحنا نحافظ على سلميتها وهي حضن دافي لكل اليمنيين. نعم. فاحنا بالنسبة لنا نتأمل انه هذا المؤتمر يخرج بنتائج طيبة، وان يكون في وثيقة شرف يوقع عليها كل المشايخ والعيان وكل الطوائف من اجل مصلحة ومن اجل مصلحة المهرة بالدرجة الخاصة، وان تخرج المهرة من هذه المامعة، وان تكون يعني دائما مسالمة كما عهدناها، وتكون حضن دافي لكل اليمنيين. هل تتوقع هل تتوقعون أن يخرج هذا الاجتماع باتفاق معظم مشايخ محافظة المهرة رغم التباينات التي تحصل وحاصلة حاليا في المحافظة؟ أؤكد لك أن المهرة من وأبدا احيانا قد يختلفوا في وجهات النظر، لكن المساله لما توصل عند الوطن فكلهم صف واحد، والوطن خط احمر، وسوف يتفقوا
بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله المهرة دائما تكون خارج الصراعات آمنة. نعم. لك من هذا المنبر الحر أوصل رسالة للتحالف العربي، ونرجوهم ألا يدخلوا في شؤوننا البحرية، المنافذ البحرية والبرية، وأن يكون المطار مطار مدني لتسهيل رحلات المواطنين، وأن لا يدخلوا في شؤون الداخلية، لأن السلطة المحلية كثير لها بتسيير الأعمال كلها، وعندنا من الكوادر ما يؤدي الغرض، وإحنا بالنسبة لنا ناس مسالمين ونحب السلام. والمهرة إن شاء الله بإذن الله بشيوخها وبأبنائها وبكل الشرفاء سوف تخرج من المعمعة هذه منتصرة. أنا أشكرك جزيل الشكر الشيخ سالم علي ياسر، رئيس دائرة شؤون القبائل بلجنة الاعتصام السلمي، حدثتنا من المهرة. شكرا جزيلا لك.